سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف داير مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ اليوم جيت نحضر معكم الدجاج بالشعريه الصينيه مفور. عندي دجاجه فيها 2 كيلو زياده، عندي الزيتون، عندي 4 طروس ديال الثومه والحامض مصير والربيع، عندي نص معلقه ديال السمن الحار وسكينجبير، الخرقوم، الابزار، شويه الكمون، الملحه، التحميره. عندي الشعريه الصينيه، عندي انا 2 باكي ونص هنايا درتهم في المطايب وقطعتهم صغيورين. عندي بصله حكيتها، عندي كبيدات والقنيصات ديال الدجاج والبصله وبطاطا غنديرها مع فوق الدجاج نحطها. يلا دابا تبعوا الطريقه. دابا البنات غندير الربيع والثومه والحامض، ندير هذيك البصيله، بصيله حكيتها، ندير السمن الحار، اللي ما بغاش يدير السمن الحار يدير الكنور اللي عجبو بحال بحال، ندير العطريه، عندي 1-2 معالق ديال الزيت البلديه، زيت العود، دابا البنات غنخلطوا هاد العطريه مزيان. نزيدها واحد شويه الماء البنات، معلقه تكون كبيره هكاك باش نخلطوا بها هادشي. دابا غنجيبوا الدجاج ديالنا، غنحطوا بشرمل الدجاج مزيان. هو من الاحسن البنات الا كان هكا ديروا هكا للغدا ولا العشاء ولا اللي كان، من الاحسن يكون مشرمل قبل، كيجي بنين بزاف زوين. وهاد الطريقه انا راه واخداها من عند عكوزتي، كتجي الدجاج ديالها رائع تبارك الله عليها. فدايما كنمشيو كديروا لينا هاد الدجاج، دائما دائما كنقولوا لها خاتي خصك ديري لنا الدجاج المفور، كيجي واعر ديالها، واخا غنديروه ما كيجيش بحال ديالها كيجي ديالها بنين بزاف والله. الطريقه ديال هاد الدجاج راه واخدها انا من عند العكوزه ديالي، كتقول لي ها شنو ديري واشنو ديري، وكيجي زوين بزاف. ونتمنى حتى نتوما تجربوا هاد الدجاج ويعجبكم ان شاء الله، وغايجيكم زوين بنين. دابا البنات ندخلوا شرموله مزيان للدجاج بين الفخاد وكلشي. نقسمو البنات الصدر مزيان هكا، نفلحوه وندخلو له شرموله. دابا نشرملتو البنات، دابا غنجيب الشعريه الصينيه نديرها فهاد الشرموله حتى هي، وغنعمر بها الدجاج. دابا البنات انا حطيت الشعريه الصينيه ديالي، الزيتون، هذوك الكبيدات، وغنشرمل هادشي كلشي بهذيك العطريه اللي شرملت بها الدجاج. نجيب الفرج،
ونعمرو بالشعريه الصينيه. نعمرو الفخاذ البنات كلشي، الفرج يعمر كله بالشعريه الصينيه. هانتوما البنات عمرتهم مزيان، هانتوما حتى الفخاذ عمرتهم مزيان باش يجيونا عامرين تاهما زوينين. دابا البنات غنشدو الرجل مزيان، دابا البنات هاد الصدر مزيان هكا يتقب باش يطيب لينا دغيا غير بالموس هكا صافي. دابا البنات غنجيب هذيك البطاطا اللي غندير حتى هي نحطها مع الشعريه الصينيه حتى هي نديرو لها هكا. دابا البنات انا ديك البطاطا والبصله حتى هي شرملتها معاها دابا باش غنديرها فوق الدجاج. دابا البنات غنديرو في الكسكاس، نديروه على صدرو هكا باش يطيب لينا. هكا البنات وغنحطو فوقو هاد الشعرية الصينية. نديرو البطاطا اللي بغى الخضره، اللي ما بغاش ما يديرهاش ماشي مشكل بحال بحال. وهاد البصيله نردوها البنات يتفور ونرجع معكم. البنات انا درت لواحد الميكه ها هي مزيان باش يتفور لينا، عرضو يتفور. هاد الدجاج ديالي البنات طاب وتفور، وشاركت معكم الفطور ديالي بالصحة والراحة، ونتمنى يعجبكم الفطور ديالي، وما تنساوش اللايك والاشتراك ديالكم.